كما موز المعمورة. هنا يسعدني أن نقترب من البيئة الحضرية والزراعية. في الأستوديو معي فهد بن غالي المسهلي وأيضا عوض بن سعيد الشحري. أبو علاية مساكم الله بالخير. فهد أولا وأبو علاية مساك الله بالخير. مساك الله بالنور عبد الله. أبو علاية كيف أمورك؟ مساكم ورد، مساكم خريف ظفار، مساكم جمال ورقة واحترام. خلي المايك قريب، ارفع صوتك شوي، اشتقنا لصوتك أبو علاية. حياك حبيبي، حياك الله يحفظك أبو علاية. ببدأ معك قبل أبدأ مع فهد. نحن الآن شفنا اللي هو فن الربوبة. فن الربوبة هذا من أقدم الفنون في محافظة ظفار. هذه كلمات وألحان الشاعر الراحل جمعان ديوان. وأي عرس وأي مناسبة بدون ربوبة، خاصة في الخط الساحلي أو في المدينة، مش عرس يعني. يا سلام، بس فن جميل ورائع الآن شفناه مجسد أمامنا. أرجع الفهد. فهد، بما أنه نحن نتحدث عن عودة الماضي، خذينا البيئات الأربعة تقريبا كلها، اليوم وصلنا للبيئة الموجودة هنا، البيئة الحضرية والزراعية. نتكلم عن عودة الماضي، قرية عودة الماضي وأهمية قرية الماضي أو عودة الماضي عفوا. فكرة عودة الماضي هي ليست فكرة قرية تراثية فقط، إنما محاكاة للحياة الطبيعية في فترة ما بين السبعينات للثمانينات، وتتكلم يعني عن حياة المواطن في شتى أنواعها، يعني في المدينة، في السوق، في الفنون، في الفعاليات المختلفة، يعني حياة طبيعية، يعني محاكاة يعني من كل النواحي، يعني من كل النواحي. طيب لو نتكلم عن الأركان والأقسام في البيئة الحضرية. عندنا عدة أقسام وأركان، منها عندنا أهم الأركان، عندنا البرزة. والبرزة هو المجلس سابقا كان يجتمع فيه أهل المنطقة. أيوة. يتناقشون قضايا المنطقة وحلول المنطقة. أيوة. يعني تهم المنطقة. وعندنا كذلك الاستديو التصوير القديم اللي شفناه في التقرير بثيمة قديمة. أيوة. وعندنا نفس الشيء تسجيلات صوتية. وعندنا الحجامة ودكان سليمان اللي هو من أقدم الدكاكين في الحافة سابقا. إذا نحن تحدثنا عن الفقرات وعلايا نتحدث عن الفنون المقدمة غير فن الربوبة، إيش الأشياء اللي تقدموها دائما هنا؟ والله هو تعرف أنه للرجال البرعة، والبرعة كذلك تبين بالشجاعة وهيبة الرجل وهو ماسك الخنجر العمانية. وكذلك عندنا الفن هو ليس فن، هو عادات وتقاليد، هو الزواج اللي موجود بالمحافظة أو التحويل اللي يقولوا لهم. عندنا بعد التحويل عندنا من الزفة مال العريس، كانوا سابقا يستعملوا الدبب، الله يعز السامعين، الجمال والحمار وهذا الشيء. وهذا موجود هذه السنة، بدت الإضافة في عودة الماضي في هذا المكان. وعندنا طيب أنا راح أقطع عليك لأن صوت البرعة بدأ. نسمع البرعة؟ خلاص نسمع البرعة. نسمع البرعة. I'm gonna make it.
15 سنة أنا الذي خسر والدرب السفيد المستفيد إذا مشاهدينا استمعنا لفن البرعة الجميل، هذا الفن الرجالي الذي يؤدى هنا في محافظة ظفار. وارجع لضيوفي فهد، نتكلم عن الأقسام وأبرز الفعاليات. تكلمنا عن الأقسام، نتحدث عن أبرز الفعاليات التي تقدم في البيئة الحضرية والزراعية. عندنا في البيئة الحضرية عندنا طبعا مثل ما قال الأخ أبو علاية عندنا مراسم الزواج، وعندنا فعالية المعلم مع يعلم الأطفال كان سابقا يعني. كواحدة من فعاليات. وفي الناحية من ناحية البيئة الزراعية عندنا زراعة، محاكاة الزراعة، كيف كانت الناس يزرعون مزارعهم الخاصة، كيف يستخدمون المصطلح القابية اللي هي الساقية اللي يستخدمون يعني. واستخدمون كيف يغسلون منها ملابس، يعني كل الاستخدامات الزراعية بشكل استخدامات عام. نعم جميل. ايضا اليوم اتوقع في فعاليه اللي هي الهبوت، الدعوه العامه للهبوت. طيب احنا نشوف الهبوت مقدمه في كل البيئات اليوم، يعني هل دعوه عامه؟ ايش اللي تفرق عن اليوم؟ اليوم بيشاركوا جميع البيئات مع بعض في الهبوت مع بعض. ممتاز، بيكون تعاون مع جميع البيئات ان شاء الله. وايضا الدعوه للجميع، الدعوه للجميع اللي يريد يشارك في الهبوت اللي نعم نعم. جميل جدا. بعلايه المخرج قال لي بسمعك فن وبعدين خبرني ايش من فن هذا. استمعنا للفن وشفنا الفن، هذا أي فن؟ هذا المدار، واللي ما دار مدار يا بخته. الله، ليش؟ المدار. أيوة. واللي ما رقص المدار يا بخته. يا بخته. يعني خسر. خسر. المدار يعني شيء مثل الشيلات. يعني فن المدار هو مثل غريب من شيلات كل شاعر يجي يغزي أو يعني بكلمة أو غزلية أو مدح أو 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 إلى آخر يعني. بس اللي شفناه إنه أيضا أتوقع فيها زفة. فيها زفة، أيوة. يعني كانوا في الماضي يعني المدار من الجنسين الذكور والأنوث، يعني موجود ولازلنا إحنا نعمله هنا في عودة الماضي. أيوة. نعمل هذا الشيء، والزفة تتبع زفة العرس وزفة العريس والختانة والأفراح الوطنية والأعياد الوطنية. ظفار الحمد لله رب العالمين غنية بالتراث. بالتراث والبالفعل الحمد لله. وعمان كلها يعني موجود ظفار. من مسندم الى ظفار يعني متلوين كل الالوان زاخره بالفنون في الحمد كل لله من شمالها الى جنوبها من شرقها الى غربها. الحمد لله الحمد والفضل والمنه. انا اشكرك ابو علايه حضورك، للامانه اسعدني في الاستوديو. شكرا لك من القلب. ايضا فهد الصديق الرائع، شكرا لك من القلب وحضوركم اليوم. نحن اختمنا البيئات واقتربنا من جميع البيئات تقريبا، بدينا من البيئه البحريه واختمنا اليوم بالبيئات. ان شاء الله مشاهدينا الكرام الايام القادمه راح ندخل نغوص اكثر في المفردات. شكرا لكم مره اخرى ابو علاية وفهد. العفو. شكرا لكم الاعلام، جزاكم الله خير. إذن مشاهدينا الكرام حاولنا هكذا أن نقترب اليوم ونختم جميع البيئات بشكل عام، وتعرفنا على البيئات من خلال الموجودين هنا والذين يشرفون على هذه البيئات. خلال الأيام القادمة بإذن الله نوعدكم أنه راح ندخل في تفاصيل هذه البيئات وما تحوي هذه البيئات، ونقربكم أكثر من خلال استوديو الفعاليات هنا في عودة الماضي. نذكر بمسابقة الناس والخريف، كل ما عليك أنك ترسل كلمة خريف على الرقم 90458. هناك سحب يومي على 100 ريال وأيضا هناك سحب أسبوعي على 400 ريال، وراح يكون السحب الأول على السيارة بتاريخ 11 أغسطس، والسحب الثاني بإذن الله راح يكون في 31 أغسطس. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام استوديو الفعاليات. أنتقل بالصوت والصورة
للزملاء في الاستوديو حوراء وعوض لتكملة ما تبقى من رحلة اليوم عبر الناس والخريف، لكم الكلمة. نعم، شكرا لك عبد الله. هذه الأجواء الاحتفالية التي كانت في عودة